نظمت الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب المكتب الولائي بالأغواط يوم دراسي بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين ودار المقاولتية بالمركز الجامعي بأفلو يوما دراسيا حول سبل مواجهة إفلاس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المقاربة الاقتصادية المعتمدة في برنامج رئيس الجمهورية. هذا وشارك في اليوم الدراسي العديد من رؤساء ومدراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني. مراسلة محمد بودرينا. بدأ بسم الله خير الدين هامل رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب وممثل التكتل الوطني للجمعيات والمنظمات والنقابات عفوا الخاصة بالمؤسسات المصغرة. اليوم مدينة أفلو أو المركز الجامعي لمدينة أفلو يحتضن اليوم الدراسي الخاص بإيجاد آليات لإنقاذ المؤسسات المصغرة إن أصح التعبير. اليوم نشوف أنه هناك مناخ مقاولاتي خاص بالمؤسسات المصغرة، ولكن لسوء الحظ نشوف أن المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة دعم الدولة سواء أونساج أو كناك أو أونجام ما تقدرش أنها تتكيف مع هذا البيئة المقاولاتية إن أصح التعبير، وهذا الشيء اللي راح يقضي على الديمومة والاستمرارية تاعها. شفنا أن السيد رئيس الجمهورية خص مقاربة اقتصادية، هذه المقاربة الاقتصادية من أجل إنعاش السوق الوطنية أو الاقتصاد الوطني بصفة عامة. هذا الشيء اليوم أو هذا الغرض اللي من خلاله اليوم احنا المكتب الولائي لولاية الأغواط الخاص بالفيدرالية الوطني المقاولين الشباب حضر لهذا اليوم الدراسي حتى نشوفوا آليات ونشوفوا استراتيجية إن أصح التعبير تتماشى مع هذه المقاربة الاقتصادية، في نفس الوقت نحافظوا على. كانت لنا اليوم مشاركة في هذا اليوم دراسي حول عراقيل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعني من أهم الاقتراحات كخبراء اقتصاديين هناك يعني أهم مشكل اللي تعاني منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو مشكل خاصة تواجد الاقتصاد الموازي اللي مازال يعني يعرقل هذه المؤسسات. كذلك نطلب يعني نتمنى من وزارة التجارة تكون شريك بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحماية من المنافسة الخارجية، لأن شفنا يعني في السابق يعني تواجد المنتوجات خاصة تواجد المنتوجات الصينية بكثرة وبالتالي قضت على النسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. وكذلك البيروقراطية اللي خاصة تكلم عليها رئيس الجمهورية، البيروقراطية الإدارية بالإضافة إلى التمويل المالي. نتكلم هنا على البنوك اللي نعرف أن البنوك هي كلها بنوك عمومية يعني تخضع إلى بعض القوانين، نتمنى يعني تحرير من هذه التحرير المبادرة الفردية اللي تكلم عليها رئيس الجمهورية. هذه يعني أهم التوصيات اللي خرجنا بها فيما يخص هذا اللقاء، وإن شاء الله تكون فيه لقاءات أخرى بالنسبة لي.